تغييرين. إذا أمامنا فيليب دا سيلفا تساعد إذا دخول فيليب دا سيلفا تأشر فرصة المنتخب الوطني المغربي سليم إجباري داخل منطقة الجزاء اللاعب ذو إمكانية إما شق كرة في الجهة يانس بقراوي تسديدة تدخل الدفاع ديال المنتخب البرازيلي سبحان هناك يعني حلول بالنسبه للعناصر الوطنيه ياسين كيشطاك يلعب الكره في الجهه اليسرى سليم الجبيري يحاول انه يمرر تدخل وابعاد الكره من طرف في مشات كره في الجهه اليمنى الحكم يعني لم يعلن الخطا محاولات وهجمات المنتخب البرازيلي هذه فرصه بواسطه اللاعب فيليب دا سيلفا حكم كاين الخطا حكم يعلن على خطا لفيده المنتخب في الجهه اليمنى البحث على العرضيات لعبات الكره البحث على سليم اجباري في نتيجه المباراه سليم اجباري الحكم كره في الجهه اليمنى رفعت الكره من طرف افلاعب قلت بان هناك مباراه ثانيه سترى يوم الاثنين المقبل المنتخب الوطني المغربي سليم الجبيري سليم كينتظر تحرك ديال يانيس بقراوي كان تواجد اللاعيبه غابرييل دي ساليس حاول افاده المنتخب البرازيلي تحركات ديال لاعبي ديال المنتخب الوطني المغربي المنتخب البرازيلي البرازيلي في الوقت غادي يكون هناك تغيير قش مشات كره في الجهه اليمنى لافاده المنتخب البرازيلي فيليب شاد كرة في الجهة اليمنى كرة طويلة حسن الحظ كرة خارج أرضية الملعب كيلعب الكرة طويلة دا كوستا شاد كرة في الجهة اليمنى تحرك ديال فيليب دا سيلفا تلعبات طويلة على مستوى الجهة اليسرى على بلعروش يلقي المرمى من محاولة يعني شكلت خطورة واضحة لفائدة المنتخب البرازيلي